بعبع الثانوية العامة هيختفي نهائيا من البيوت المصرية، وهنعمل نظام جديد للثانوية، والسوق مش عايز تعليم تجاري تاني، فاحنا بنفكر نلغي هذا النوع من التعليم ونحوله لذكاء اصطناعي. دي تصريحات لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي قالها النهاردة في مجلس الشيوخ. قال كمان ان مشروع قانون الثانوية العامة هيتم طرحه للحوار المجتمعي قريب، لانه بيهم غالبية الشعب المصري، وان الرئيس السيسي كان توجيهه للوزارة انه ما يكونش فيه مفاجأة للمواطنين في مشروع القانون المرتقب، وان الهدف من القانون الجديد هو رفع الاعباء عن الاسر المصرية. عشان كده الحوار المجتمعي هيكون شامل، هيتم الاستماع فيه لكل وجهات النظر، كل الاراء هتتناقش، ويعني هيكون في هذه المرة اهتمام اكبر بوجهات نظر اولياء الامور. في نقطة مهمة قالها الوزير النهاردة، عشان ما يكونش في لغط وتوتر في البيوت، في البيوت المصرية، انه الناس اللي ولادها دلوقتي موجودين في الثانوية العامة، الكلام عن القانون الجديد مش هيطبق عليهم، يعني مش هيطبق على طلاب الثانوية العامة السنة دي. فكل طالب في الثانوية دلوقتي يركز في دراسته، والقانون الجديد مش هيطبق عليه. الوزير في تصريحاته صدم اللي بيدرسوا في التعليم التجاري واللي عندهم يعني امتحانات قريب، وقال ان هم يعني تقريبا عددهم مليون طالب. قال ان سوق العمل في مصر مش محتاج تعليم تجاري تاني، فده يخليهم يفكروا في تحويله للذكاء الاصطناعي. طبعا اتمنى ان وزير التعليم يرجع ويشوف اسباب رفض مجلس الشيوخ للقانون الخاص بالثانويه العامه في 2021، عشان يعالج النقط اللي على اساسها القانون وقتها اترفض، عشان ما يتكررش السيناريو مره اخرى. معانا على التليفون الاستاذه نيفين شحاته، مسؤول ملف التعليم في الاهرام. استاذه نيفين، اهلا بيكي في مصر جديده. هل يعني من المتوقع انه يتم تطبيق القانون ده في مش السنه دي، السنه الجايه على طلاب الثانويه العامه القادمين؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طبعا النهارده كان في يعني حوار من المصارحه والمكشفه من وزير التربيه والتعليم في مجلس الشيوخ، ووضح كل التحديات اللي بتواجه وزاره التربيه والتعليم، وايضا اقترح بعض الحلول، منها زي ما حضرتك تفضلتي النقطتين المهمين اللي اثرهم النهارده فيما يتعلق بتطوير نظام الثانويه العامه. ويمكن على مدار الاسبوع الماضي كان في اجتماعات مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي بمستشاريها ومع الوزير طبعا، علشان يبحثوا ازاي يمكن تطوير نظام الثانويه العامه، لان ده لازم يتبعه تطوير نظام القبول بالجامعات، فلازم يبقى في تعاون بين الوزارتين ويبقوا الاثنين ماشيين بالتوازي علشان طبعا مصلحه الطالب. طبعا اهم القرارات اللي اتقالت النهارده ان في مؤتمر هيعقد في يوم 14 من الشهر الجاري لتوضيح يعني التطوير اللي حدث في المنظومه التعليميه، وايضا يعني تحقيق التكامل مع الشركاء، وطبعا هيبقى في مناقشه ايضا تطوير موضوع التعليم التجاري، الغاء التعليم التجاري، يعني ثوره النهارده يعني كرسي في كلوب النهارده. هو عشان حضرتك تبقى عارفه والساده المشاهدين عارفين، هو قال تحديدا ان التعليم التجاري بشكله الحالي لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل. فقال اللي احنا بنبحث اللي احنا نضيف اليه تخصصات جديده تتماشى مع سوق العمل، وكمان تحسين اللغه، يعني اللغات زي الالمانيه الايطاليه الفرنسيه، اللغات اللي بيحتاجها خريج التعليم الفني علشان سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي. فقال احنا عايزين يعني ندعم ولادنا بهذه اللغات علشان يقدروا ان هم يعني يبقوا مؤهلين لسوق العمل. لكن هو طبعا هيبقى قائم، لكن هيتم استحداث تخصصات جديده داخل التعليم التجاري واضافه اللغات الجديده ايضا لهذا التطوير. حضرتك كنت بتسالي على الثانويه العامه وهيتطبق هذا النظام يعني على خلاص احنا عرفنا انه مش السنه دي، مش على طلاب الثانويه العامه السنه دي، لان طبعا لان ده يعني عشان نعمل نظام جديد لازم يتبعه تطوير في المناهج، فتطوير المناهج ده هياخد وقت، خاصه اللي احنا ده معناه انه مش السنه الجايه كمان.
العام المقبل هيبقى فيه تطوير المرحلة الإعدادية، فبعد الانتهاء من تطوير المرحلة الإعدادية هيتم تطوير المرحلة الثانوية، وطبعا دي الأهم لأنها اللي بتشغل كل بيت في مصر عنده ابن أو ابنة من الأسر في الثانوية العامة، فطبعا دي مهمة جدا، وأيضا للتخفيف عن جهة أولياء الأمور، ما تبقاش سنة ثقيلة على أولياء الأمور، يبقى فيه عدة تقييمات، يبقى فيه عدة فرص للطالب إن هو يدخل الامتحان، ما يبقاش هي سنة مصيرية يعني تحدد دخوله الجامعات حسب الرغبات اللي هو عايزها، لا يبقى فيه عنده تعدد في الفرص، وده مش هيبقى تحسين عشان الناس ما تخلطش ما بين الأمور، هو مش تحسين لكن هو إعادة تقييم، إعادة يعني طرح عدة فرص للطالب. أيضا الوزير طرح نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بتحويل المسارات بين أنواع التعليم المختلفة، يعني في طالب دخل الثانوي العام ولقى نفسه مش قادر يتماشى مع مواد الثانوية العامة، ممكن يحول التعليم الفني على سبيل المثال، فحتة تحويل المسارات أو تعدد المسارات بتاعة التعليم ده برضو من أهم الأمور اللي طرحها النهاردة الوزير، وده اللي بيدي انطباع أن الدولة مهتمة بملف التعليم اهتمام كبير جدا، القيادة السياسية بتدي له يعني أولى اهتماماتها، وبالتالي الوزارتين بيشتغلوا على هذا الملف بصورة كبيرة جدا، والقضاء على بعبع وفزاعة الثانوية العامة. أشكرك أستاذة نيفين شحاتة، مسؤول ملف التعليم في الأهرام. طيب.